الدجاج المتبل باللبن ودبس الرمان، بدنا دجاجتين، كوب لبن، نصف كوب من دبس الرمان. قديش؟ نصف كوب من دبس الرمان، ربع كوب من زيت الزيتون، ربع كوب من عصير الليمون، ربع كوب كرم حطيناه بس غلط طبعا، غلطي انا طبعا، ربع كوب ثوم، ملعقه من الهالي المطحون، ملح وفلفل. بالنسبه للارز المبهر بدنا 3 أكواب من ارز مهراجة البسمتي، 6 كوب من مرق الدجاج، ربع كوب من البهارات الحب زي الهال، كبش القرنفل، البهار الحلو، ورق الغار، فلفل اسود والقرفه، وربع كوب من زيت شعبان. بدينا في الزيت حسب الوصفه، زيت شعبان. ابدا في اضافه البهارات، فعندي حب الهال، عندي المسمار او كبش القرنفل، هو طبعا من البهارات القويه جدا، انتبهوا عليه ما يكثر، 3-4 حبات بس يعني هيك بيعطوا نكهه. عندي محمد البهار الحلو زي الحلو، الله يسعدك. الله يسعدك. طب البهار الحلو، البهار حلو هو شكله من برا شبه الفلفل الاسود يعني تقريبا، هو قريب منه. بنضيف ورق الغار اللي سالتني عنه اليوم انت، انا عم بتعلم المناسبه هاي دوره طبخ ببلاش. اه بالضبط، عمدة شهر رمضان الموضوع بقى يكتسب معلومات الواحد. قرفه، ونبدا في هالقليه، قليه مكونه من زيت شعبان وشويه بهارات. عندي ارز مهراجة البسمتي منقوع ومغسول، وكل كوب من ارز مهراجة البسمتي انا بحاجه لكوبين من مرق الدجاج او كوبين من الماء او مرق اللحم. ممتاز، رايح اضيف الرز يا ابو حميد، وقلب الرز يا محمد شوي. حاضر. وخلي ست الوالده تشوفك مشان ايش؟ تطلب منك امي شايفني ولا مش شايفني؟ شوفيني يا امي. محمد خذ يا حبيبي مشان ايدك سخنه، هاي حط ايدها هون. لا يا شف، انا بخاف عليك. لا يا شف، احنا ما بهمنا الموضوع. ايوه، هاي شوية فلفل اسود يا محمد. حاضرين. وهي كمان شوية من الملح. عبين ما محمد يحرك لنا الطنجرة نبدا في نقوع الدجاج. انا طلعت لوح تقطيع الاحمر، معناته في عندي دجاج غير مطبوخ. عندي الدجاج مقطع الى نصفين، شايف ابو حميد؟ هيو. وبعديها رايح اجيب بوله وابدا في تجهيز هالصلصه الطيبه اللي حتتكون من اللبن عندي ودبس الرمان وعصير الليمون واكيد الثوم. نبدا مباشره اضافه المواد، راح اضيف نصف كوب من دبس الرمان زي ما انتم شايفين. قديش شف حطيت؟ نصف كوب. قديش كمان مره؟ نصف كوب. وراح اضيف الليمون اللي عندي حسب الوصفه، رايح اضيف اكيد اللبن، وبعديها رايحين نضيف الهال، الملح والفلفل الاسود. اتوقع انه صار جاهز الرز عندك للاستقبال الان السائل، راح اجيب لك المرق ونضيفه على الرز يا جيب ابو حميد. جيب جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم، بوجهك يا محمد، وبننزل. يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله. بعد ما يتحرك الرز يا محمد بدنا نغطيه ونخليه حتى ينضج. انا طبعا مجهز رز ومجهز دجاج، توكل يا الله. بعديها راح اضيف الثوم، هاي الثوم عندي هون حسب الرغبه. ايش تحب اسوي؟ تغطيه خلاص؟ خلاص يعني تغطيه. هاي عندي هاي الثوم. انتهى دوري في الطبخ. ما شاء الله عليك، امبارح آية سلمناها قسم المشاوي. شف أنا إن شاء الله بتسلمني جزء الأكل وبعجبك فيه. طبعا شوي الدجاج راح يكون، راح يتغطى بورق ألومنيوم فويل RZ وينشوى لمدة ساعة، وبعديها راح أكشفه وأحمر الدجاج. شويناه، إذا بدنا نغطيه وندخله على الفرن ونعمله عملية شواء لمدة ساعة، ساعة وعشر دقائق، هو مغطى بألومنيوم فويل RZ، وبعدين رايح اكشفه واعمل له عمليه تحمير حتى ياخذ اللون اللي انا بدي اياه. ما شاء الله، هاي الدجاج عندي هون بعد التحمير، وعندي الرز كمان جاهز ابو حميد.